السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إياكم إلى الحلقة الأخيرة في الموسم الأول من برنامج الحكوات. قصتنا اليوم قصة مميزة عن الأبيات المشهورة والمعروفة صوت صفير البلبلي. قبل لا أقول لكم القصة، لا تنسون اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. وإيش هذه القصة؟ قصة صوت صفير البلبلي. هذه القصة في حاكم اسمه المنصور الدوانيقي، عنده خادم وخادمة، له جاري وجارية. كان المنصور الدوانيقي هذا الحاكم يحفظ الأبيات من أول ما يسمع هذه الأبيات ويقراها المرة الثانية. إذا قراها المرة الثانية الخادم ماله يحفظ إذا سمع القصيدة مرتين. إنزين، الحين قرأ الشاعر مرة وحفظها المنصور الدوانيقي، ويقراها المنصور الدوانيقي المرة الثانية ويحفظها الجاري ماله اللي هو الخادم. إذا قراها الشاعر ويا المنصور ويا الخادم، عنده خادمة تحفظ هذه الأبيات من 3 مرات، فيكون يقراها الخادم والمنصور وهذا الشاعر ويحفظونها جميعا، يحفظها المنصور والخادم والخادمة. طبعا هذا الحاكم قال أنا أضحك على هالشعراء المواطنين، أي واحد يجيب لي بيت أو يجيب لي قصيدة هو كاتبنها من تأليفه أعطيه جائزة بالوزن ماله. طبعا الشعراء قالوا خلنا ناخذ هذه الجائزة. طبعا جو إلى هذا الحاكم، هم كاتبين قصائدهم، صاروا يقول القصائد يحفظها المنصور يقراها تصير مقروءة مرتين، يقراها الخادم تصير مقروءة 3 مرات، يقراها الخادمة ويستغرب هذا الشاعر يقول أنا كاتبينها من أفكاري، شلون في بعد 2 حافظينها 3 حافظينها. فيعني الشعراء يرجعون خائبين. صارت ضحوكة، انتشر هذا الخبر إن ترى الشعراء هذين ما يجيبون قصائد من عندهم. إلى ما جاء شاعر، يعني هذا شعر عظيم، جلس ويا الشعراء قالوا لي وش صاير، يعني تون الحين أسمع أنا في شي صاير عن الشعراء ويا المنصور. قالوا ليه ترى احنا نكتب اشعار ولكن المنصور يضحك علينا بهذا القصائد. شلون يضحك عليكم؟ نقرأ او نكتب هذا القصيدة ونقرأها علينا ونشوفه يقراها بعدنا ويقراها الخادم بعده ويقراها الخادمة بعدهم. قال انا اداوي، وكتب هذه الابيات وراح الى هذا الحاكم وقال لي صوت صفير البلبلي هيج قلبي الثملي، الماء والزهر معا مع لحظ زهر المقلي، وانت يا سيد لي وسيدي ومولي فكم فكم تيملي، الى اخر القصيده. وكانت القصيده صعبه للغايه. جاء المنصور يريد يقراها، مو حافظ هذه القصيده. قال للخادم حفظ شي؟ لا عصب. يسمونه المنصور الدوام دوانيقي ليش؟ لأنه كان يجمع الدونق اللي هو الفلس، كان يجمع الدوانيق. قال للخادمة حفظتين؟ قالت لي لا عصب، الملك هذا أو الحاكم يخاف على البيزات وحب البيزات حب شديد. قال لي إنزين شنو وزن هذه القصيدة اللي كتبتها؟ قال لي أحتاج 4 من الجنود علشان تعطيني وزن هذه القصيدة. قال لي ليش؟ قال ورثت من أبي رخامة ونقشت عليها هذه القصيدة وأنا الآن أريد وزنها. وصلنا وياكم إلى نهاية الحلقة أو إلى نهاية الموسم بالأحرى. إن شاء الله إذا كان في دعم بيكون موسم ثاني. شلون الدعم؟ بالنشر واللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. مع السلامة.